بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا الهادي الأمين محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرض، الإمام المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك. الاستعداء العباسي كما قلنا استهدف أيضا أصحاب أبي عبد الله سلام الله عليه، وبالتالي شتت كل جهودهم ووقف عند انتصاراتهم، أغمض عنها العين، بل وصادر كل تلك العطاءات التي قدموها في يوم عاشوراء، وتلاعب بعدد أولئك الصفوة الطاهرة التي انتصرت للإمام الحسين. أنا ماذا أصنع بنص ابن الراهب الذي يقول فيه أنه، هذا نص وأنا لا أتبناه بس أذكره من باب الأمانة العلمية والتاريخية، إن من استشهد بين يدي الحسين أو قتل بين يدي الحسين 9000. لابد أن تدرس هذه النصوص جيدا. أو نص صاحب مروج الذهب إن عدد أصحاب الحسين 1000 الذي رفع فيما بعد كما نقل عنه صاحب تذكرة الخواص. لابد أن أقف كثيرا لما أتبنى ما أملاه التنظير العباسي في عدد الأنصار، وأترك رأي الإمام الباقر الذي قال إن عدد من قتل مع الحسين أصحابه 145 شهيد. فأكو استعداء عباسي لإذابة كل ما يتعلق بأنصار الإمام الحسين صلوات الله عليه وبمن كان معه وفدوه بروحه. فمن تأتي، أنا سجلت بعض الأمور نقلناها في كتابنا المعجم الشامل لمعركة كربلاء. أولا، مؤتمر مكة سنة 58 للهجرة، إمام الحسين أقام مؤتمر ضخم في مكة وجمع فيه أنصاره وشيعته، وكان عددهم 900، 700 يعني منهم من التابعين، و200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعدد كبير من الموجودين كان من الأنصار. ف200 من أصحاب النبي طبعا، وحدد مشاريعه و منطلقات ثورته ونهضته، ولم يترك شيئا في فضل آل محمد إلا بلغه إليهم، وأمر بأن يبلغوه إلى أهليهم وذويهم. وللأسف مؤتمر منى سنة 58 للهجرة مؤتمر مظلوم ولم يمر به أحد ولم يعرف عنه الناس جيدا. ولابد أن تعرف الناس من محبي أهل البيت لما الإمام الحسين أصر على إقامة هذا المؤتمر وفق أزمة أمنية كبيرة كانت في مكة، وكانت نهايات حكم معاوية، وكان دولة حديدية وبوليسية والتفاصيل، والإمام الحسين أيضا يعني كان قد هدد بالاغتيال والقتل، وأصر على إقامة مؤتمر أيام الحج، مؤتمر من العظيم، ودعا الناس وبين معالم نهضته ومعالم ما يريد أن يتبناه في المستقبل، وبين مناقب أهل البيت وسيرتهم وتفاصيلهم. كون نقف عند ذات يوم هذا، فالحضور 200 رجل من أصحاب النبي طبعا ممن يعتقد بإمامة الحسين، هؤلاء هم شيعة الحسين. طيب، لما في معركة كربلاء قزم هذا العدد؟ 200 مؤتمر مكة سنة 58 أو 59، بعد سنة أو سنتين صارت معركة كربلاء، أين اختفى هؤلاء؟ طبعا ما عندنا نص يقول أنه أتت ريح وأتى طاعون قتل الصحابة المحبين للحسين وانتهوا. لما قزم هذا العدد من 200 إلى 10 أو 11 ممن قتل بين يدي الحسين من الصحابة، والذين هم جابر بن عروة الغفاري، جنادة السلماني، حبيب بن مظاهر، سعد بن الحارث الخزاعي، شوذب الشاكري، عبد الرحمن بن عبد رب الأنصاري، مسلم بن عوسجة صحابي أيضا، عفيف الأزدي، عبد الله بن يقدر، وهذا استشهد أثناء حمله الرسالة، وجندب الخولاني، وشبيب بن عبد الله مولى الحارث، وأنس بن الحارث الكاهلي، 10 و11 صحابي. لما قزم العدد من 200 إلى 10؟ لحظة، حتى من نجي إلى ملف آخر، لما غيبت بطولات اليمانيين في قضية كربلاء؟ يعني تدري اليوم نتكلم عن الخارطة الجغرافية لأصحاب الحسين، أين دور أهل اليمن في نصرة الإمام الحسين عليه السلام؟ ومقال محمد بن حنفية قال للحسين اذهب إلى اليمن فإن لأبيك بها الشيعة. طيب، أين الشيعة اليمن الأبطال عن مشروع الإمام الحسين؟ حتما الإمام الحسين راسلهم وكاتبهم، وبقى في مكة 130 يوم ينتظر التواصل معه والإعداد للمعركة واستقبال الجنود والقضايا التي ترتبط بالدعم اللوجستي وغيرها، أين ذهب؟ ما وصلت إلينا من النصوص دور شيعة اليمن الذين هم بالآلاف، ما وصل إلينا في كربلاء سوى واحد
هذا النوع من أنواع المصادرة لجهود اليمانيين الشيعة في نصرة مشروع الحسين سلام الله عليه. يقول خرج عبد الرحمن بن عبد الله اليزني قال أنا عبد الله، أنا ابن عبد الله من آل يزن، ديني على دين حسين والحسن، أضربكم ضرب فتى من اليمن. فمن الآلاف من الشيعة من شيعة اليمن صدروا لنا واحدا انتصر الحسين في كربلاء، وهذا لا يصح أبدا أيها الأحبة. شيعة اليمن لهم ثقلهم العقائدي ولهم مواقفهم مع أمير المؤمنين وجولاتهم وبطولاتهم، وحتى قوله ديني على دين حسين والحسن يدل على أن حرب كربلاء حرب عقائدية قبل أن تكون حرب عسكرية. طرح في كربلاء مشروع دين عثمان، وفي مقابل دين عثمان طرح مشروع دين علي ودين الحسن والحسين الذي هو دين السماء الذي اختارته السماء وتبنوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. زين، أين دور الأنصار؟ أغلب اللي حضروا في مؤتمر منهم ومن الأنصار، أين دورهم؟ لما أبعدت جهود الأنصار وهم المكون الشيعي الذي ضحى ما ضحى من أجل مشروع أهل البيت باعتراف عمر بن الخطاب، وتخلفت عنا الأنصار بأسرها لأنهم قالوا لا نبايع إلا عليا، وضربوا دفيعة دفعوا ضريبة ولاهم للإمام علي صلوات الله وسلامه عليه عندما قتلت قياداتهم مثل سعد بن عباد الأنصار الذي قتله الانقلابيون من أتباع السقيفة، قتلوه في الشام، وفيما بعد صدرت حتى أراضيهم وجرفت حتى قبور موتاهم. لما؟ لأنهم شيعة لعلي صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء أيضا انتصروا للإمام الحسين في معركة كربلاء. أين الأنصار عن مشروع الإمام الحسين؟ لماذا غيبت كتابات آل العباس دور الأنصار في نصرة الإمام الحسين؟ لاحظ هذا نص، أحدهم نزل يقاتل وهو يقول: قد علمت كتيبة الأنصار إني سأحمي حوزة الذمار، ضرب غلام غير نكس شاري، دون حسين مهجتي وقراري. إذن نتكلم عن وجود كتيبة. بعض الناس يقول إحنا ليش نتكلف بالنص؟ لا، لازم نتكلف بالنص وندقق بالنص ونشرح النص. هذا القائد الأنصار يقول إحنا كتيبة، مو أفراد، مو 10 أو 11 نزلنا. كتيبة في المصطلح العسكري واضحة، حتى العرب عندهم عزيزة تنظيمات العسكرية كون نقف عندها، عندهم سرايا، عندهم كتائب، عندهم ألوية، عندهم جحافل، ألوية عظيمة. شنو مصطلح حامل اللواء؟ يعني ايش تتصور انت حامل اللواء جوا 2 يقاتلون؟ وهذا منطق لو نرجع للتراتيب العسكرية. دائما أقول إذا أردنا أن نفهم معركة كربلاء لا يمكن سلخ معركة كربلاء عن تراتيب العسكرية للنبي صلى الله عليه وآله ولمعارك النبي بل ولمعارك العرب فيما بعد. لازم معركة كربلاء بها ميمنة وميسرة، لازم معركة كربلاء بها قلب، لازم معركة كربلاء بها رماة، لازم معركة كربلاء بها فرسان، لابد معركة كربلاء فيها خطط عسكرية. احنا ما عندنا حسين عليه السلام جاي ينتحر بأرض كربلاء ويموت، عندنا إنسان مصمم على النصر أو الشهادة، إحدى الحسنيين لابد أن ينالها الإمام سيد الشهداء. لحظة، هذا الآخر عمرو بن جنادة يقول: ضاق الخناق بابن سعد وجنده من علمه بفوارس الأنصار. إذن هو يتكلم اليوم مو عن فارس واثنين كما ذكرتهم النصوص، يتكلم عن كتائب وسرايا للأنصار نزلت هزت أرض كربلاء. فلما رفعت بطولات الأنصار اللي هم من أهل المدينة اللي هم جزء من الخارطة الجغرافية لأصحاب الإمام الحسين عليه السلام. مسألة أخرى عزيزي، أين دور كتيبة المطلبين في كربلاء؟ تم لاحظين يعني معركة كربلاء فقط آل أبي طالب، أولاده علي، أولاده عقيل، أولاده جعفر. هسه طالب توفي ولم يعقب، فقط أولاد أبو طالب. زين، بني هاشم من قتل علي الأكبر عندما قال يا بني هاشم احملوا أخاكم، يتكلم عن وجود بني هاشم. لما رفع الدور بني هاشم في معركة كربلاء؟ عبد المطلب النصوص تنقل أنه عنده من 10 إلى 13 ولد، أكيد هؤلاء مو كلهم لم يعقبوا، عنده أعقاب، عنده أحفاد، فأين دورهم؟ ولهذا لاحظي العلامة الزنجاني ينقل في وسيلة الدارين يقول: وتحصل بما ذكرنا أن المقتولين من أولاد وأحفاد أبي طالب فقط 49 شخص، 49 شهيد فقط من أحفاد وأولاد أبي طالب، من غير المطلبيين. ولو للأسف ما وصل إلينا من المطلبيين سوى اسمين، ما أدري أولاد عبد المطلب هم كانوا بالمئات، أو أقصد أحفاده عايشين في المدينة وغير المدينة في الطائف وغيرها بالمئات،
لما لم يشتركوا؟ لا اشتركوا، لكن رفعت أسماء، جزء من الهجمة ضد المولى سيد الشهداء. يريدون يقولون أنه لا مقبولية للحسين، لا أنصار للحسين، لا ناصر للحسين. وبالتالي ذكرونا اثنين، واحد اللي هو أبو الهياج الهاشم المطلبي، وهذا من أحفاد عبد المطلب، استشهد في معركة كربلاء بين يدي الإمام الحسين عليه السلام بعد أن قاتل قتال الأبطال. والثاني هو أحد أحفاد أبي لهب، ولم يسمى اسمه للأسف، حتى اسمه لم يذكر، وبالتالي رفع دور كتيبة المطلبين، كتيبة يعني أولاد عبد المطلب في نصرة المولى صلوات الله وسلامه عليه. لا ننكر دور آل أبي طالب، هم شالوا المعركة كلها، أولاد أمير المؤمنين، أولاد عقيل، أولاد جعفر، هم شالوا الزخم الحسيني يومها، بس بقية أبناء العم موجودين. ولهذا عندنا نصوص تتكلم أنه أصلا هؤلاء أولاد عم الحسين سلام الله عليه من آل أبي من آل عبد المطلب، أو أولاد عم والده، أصلا سكنوا أرض كربلاء قبل مجيء الإمام الحسين سلام الله عليه، وانتظروا على الموقع. هذا ملف المنتظرين أيضا، ملف هام لازم يفتح ويبحث في تفاصيله، لأن فعلا المنتظرون هم الذين وردوا أرض كربلاء قبل مجيء، قبل يوم 2 محرم. ومنهم اللي ذكر ابن حجر وهو أحد علماء السنة، أنس بن الحارث الكاهلي، هذا النص يقول: خرجت أتبدى فرأيت رجلا شيبة قد ضرب خيمة له بلا ماء ولا كلى، يعني ضرب خيمة في أرض صحراء، فقلت: ما تصنعها هنا بلا ماء ولا كلى؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول إن ولد الحسين يقتل بأرض كربلاء فأتيت لنصرته. هذا أتى منتصرا، هذا أنس بن الحارث، يعني من زمن النبي سمع قال إن الحسين يقتل بأرض كربلاء، والنبي حدد صلى الله عليه وآله إن الحسين يقتل على رأس 60 سنة من مهاجري، وحدد لهم قال لهم حسبوا 60 سنة من الهجرة يقتل الحسين، وقال يقتل يوم عاشوراء، وحدد المكان اللي هو عند شاطئ الفرات، وأشار إلى التربة، كلها تفاصيل عندهم. فهذا منتظر. عائلة وهب الكلبي اللي الآن هم سنقف عندها، اللي كانوا يسكنون في منطقة شبيكة على الحدود العراقية السعودية تقريبا 180 كيلومتر عن النجف الأشرف، أيضا كانوا منتظرين للحسين. وغير هؤلاء من ملف المنتظرين الأصحاب الذين أخرجهم مسلم بن عقيل، أمثال حبيب، مسلم بن عوسجة والصيداء وغيرهم، أيضا وردوا يوم 3 ذي الحجة، طلعوا من الكوفة وأتوا إلى أرض كربلاء ينتظرون مقدم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فلماذا تغيب هذه الملفات؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا بصيرة بالإمام الحسين، وأن نكون أقرب إلى رضاه بفضله وفضل الصلاة على محمد وآل محمد.